مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه يوم السبت 10 سبتمبر. العالم كله تابع خبر مهم جدا جدا، تصدر كل نشرات الاخبار، كل منصات التواصل الاجتماعي اول امبارح لما اعلنت بريطانيا ان جسر بريطانيا قد سقط. جسر بريطانيا قد سقط هي الشفره او الكلمه السريه التي تعلن رحيل ملكه بريطانيا اليزابيث الثانية. رحلت عن عمر 96 سنة، كانت الملكة الأكثر شهرة في العالم واللي جلست على العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، هي تاني أطول مدة للبقاء على العرش في التاريخ بعد الفرنسي لويس 14. النهاردة الصبح الكل تابع 10 بتوقيت جرينتش تحديدا اجتماع مجلس الجلوس على العرش، وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية البريطانية وشخصيات سياسية ودينية كبيرة، وزراء ووزراء سابقين تولوا مسؤولية رئاسة وزراء بريطانيا. كان كمان موجودة طبعا وبالفعل زوجة الملك كاميلا ونجله ويليام ورئيسة الوزراء الجديدة ورئيس الأساقفة في قصر سان جيمس لإعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية. النهاردة يوم التنصيب، تابع الملايين مراسم التنصيب للملك تشارلز الثالث، ده اسمه الرسمي، ملكا لبريطانيا في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى. ليه المرة الأولى؟ لأن عادة كانت كل عمليات التنصيب كل عمليات التتويج بتتم في سرية وفي خصوصية، بيتم بس الإعلان عنها لكن الناس ما بتشوفهاش لا في بريطانيا ولا في غير بريطانيا. ولكن هذه المرة، ولأن إحنا في عصر غير العصر، عصر التواصل والمنصات وكل الناس عايزة تعرف إيه اللي بيحصل لحظة بلحظة، فالأول مرة بتتغير العادة وبنشوف مراسم التنصيب. تلا الملك تشارلز القسم، وقع على بيان تنصيبه ملك لبريطانيا، وقال في كلمته: أمي قدمت مثالا يحتذى به للحب الكبير والخدمة المتفانية، حكم أمي لا مثيل له من حيث تكرسها لجهودها. وأدرك بشكل عميق عظمة هذا الإرث والمسؤوليات اللي بيتم تمريرها له. ده كانت أبرز ما جاء في كلمة الملك تشارلز الثالث اللي كان يحمل لقب الأمير تشارلز لمدة 73 سنة. النهاردة هو ملك، وحتى خطابه رغم أن ناس كتير كانت متوقعة أنه ممكن يكون خارج عن الشكل الرسمي، لكنه اتسم بالرسمية والأصالة الشديدة، ما غيرش أي حاجة في التقاليد المتعارف عليها، لأن هو بشخص، هو بطبعه شخص غير تقليدي شوية، يعني بيحافظ طبعا على المراسم وعلى الاشكال، لكن هو كان معروف عنه ان هو بيعبر عن ارائه، انه ليه اراء مختلفه شويه، شخصيته مش جامده ومتحفظه قوي زي الام والاب. لكن النهارده هو التزم بكل التقاليد زي كتاب ما بيقول. الملكه الام يعني كان ليها وقع ووضع مختلف، مش هنقول ان هي كانت شاهدة على التاريخ، هي كانت التاريخ الحقيقة. هي عاشت حقب وعصور كتيرة جدا، لان فترة 70 سنة ملكة مش قليلة وحصل فيها الكتير اللي كانت هي شاهدة عليه. تقريبا بلدان العالم كلها قدمت التعازي في الملكة وعبرت عن احترامها ليها بطرق مختلفة، سواء بدقيقة صمت زي ما حصل في الأمم المتحدة، او بإطفاء انوار برج إيفل، تنكيس العلم على منتصف السارية زي ما حصل في البيت الأبيض، وخطوات أخرى كتير في سلطنة عمان والبرازيل اللي أعلنت الحداد، الإمارات والأردن والبحرين وعمان ودول أخرى كتيرة. نعى عدد من الرؤساء والزعماء والملوك في العالم هذه الملكة العظيمة صاحبة التاريخ والإرث. الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، وقال عبر صفحته على فيسبوك: أتقدم بخالص العزاء باسمي وباسم شعب مصر للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة. وأضاف: أنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز العلاقات بين بلدينا وشعبينا الصديقين. أوضح كذلك
وأضاف الرئيس: عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية. أيضا نعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الملكة إليزابيث، وقالت عنها: كانت سيدة عظيمة ورمز العطاء، وأفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها بتفان وإخلاص لا مثيل لهما، خالص العزاء للشعب البريطاني. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في تعزيه للملكة أن إليزابيث الثانية الملكة كانت أول ملكة بريطانية تقيم علاقات شخصية مع شعبها في جميع أنحاء العالم، متواجدين في كل أماكن في العالم، في الوقت اللي أمر فيه بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الحكومية. أشار كذلك إلى أن الملكة الراحلة كانت سيدة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما، وأضاف أنها كانت أكثر من ملكة لقد جسدت حقبة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث، متمنين له الشجاعة والصمود بعد وفاة والدته. كمان ألمانيا اللي تحولت في عهد الملكة من ألد الأعداء لبريطانيا إلى الحليف القوي. أشادت ألمانيا بالملكة الراحلة إليزابيث، الملكة إليزابيث الثانية، باعتبارها رمز المصالحة بعد حربين عالميتين. جلست على كرسي العرش من وهي عمرها 25 سنة لمدة 70 سنة. كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الوحيدة اللي ما بتحملش جواز سفر بين زعماء العالم، هو وجهها الحقيقة جواز سفر في حد ذاته. جميع المطارات والمرافق والمعابر البرية كانت بتفتح لها من دون ما تطلب منها أي وثيقة شخصية، ده غير علاقتها الوطيدة طبعا بمعظم زعماء العالم أثناء حكمها. هي عاصرت حوالي 15 رئيس للوزراء، أولهم ده في بريطانيا يعني، أولهم كان الكبير الأسطورة وينستون تشرشل، آخرهم كانت ليز تراس اللي تولت المسؤولية قبل وفاة الملكة بيومين تحديدا في يوم الثلاث. عصرت كذلك 14 رئيس أمريكي منذ اعتلائها العرش، قامت ب 261 زيارة رسمية شملت 116 دولة، ونشطت كراعية ورئيسة لأكثر من 600 جمعية خيرية بأعمال إنسانية عظيمة. الحقيقة أن منصب الملكة في بريطانيا رغم أنه معروف عنه أنها تملك ولا تحكم، لكن الحقيقة واللي اتكلم عنه كتير واللي تابع حتى قصة حياتها وكتير من ما نشر وكتب عنها هيعرف أنها كان ليها دور. الحقيقة ما كانش منصب شرفي وفقط، لكن كان ليها دور في حفظ التوازن داخل هذه المملكة الكبيرة اللي كانت في وقت ما إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس. الحقيقة في سن صغير جدا 25 سنة لما تولت الحكم عقب وفاة والدها، وهي قد المسؤولية رغم أنها عرف عنها أنها في صباها وبداية شبابها كانت مش مهتمة خالص، وهي طفلة كانت تتمنى أن والديها ينجبوا طفل ذكر عشان يتولى هو الملك وهي تتفرغ ل حياة مدنية أكتر منها، يعني فيها مهام، لأن معروف عنها حبها مثلا للقيادة للخيول. هي حتى في فترة ما كان والدها لسه عايش هي كانت زوجة فقط، وكان زوجها الأمير فيليب كان هو في مهمة في اليونان، وكانت هي زوجة هذا الضابط في البحرية البريطانية وأنجبت طفلين، وما كانش عندها أي مهام غير حاجات بسيطة يعني توكل إليها زي الزيارات مش أكتر، لكن ما كانش فيه ليها مهام كبيرة. هذه السيدة الجميلة كانت تلتقي كل يوم ثلاثاء برئيس وزراء بريطانيا على مر بقى السنوات والعصور المختلفة علشان يتكلموا يتناقشوا في أمور الدولة، وكان لحكمتها ولكل التاريخ اللي مر عليها والشخصيات الكبيرة البارزة اللي عاصرتها والأحداث كانت اكتسبت حكمة وحنكة كان يلجأ ليها يعني الرئيس الوزراء بأن هو يستشيرها في بعض الأمور، ما كانتش مجرد بروتوكول وخلاص. على الجانب الآخر، الجانب الشخصي بتاعها كامرأة، قصة حبها وزواجها كانت قصة من أشهر قصص الحب اللي عرفها العالم والحياة الملكية. الزواج استمر لمدة حوالي 73 سنة وانتهت بوفاة الملك فيليب قبل شهرين من عيد ميلاده 100، كان السنة اللي فاتت توفى.
وأعلنت أن مراسم تشييع جثمان، أو يعني عفوا أنا عايزة أقول حاجة قبل ما نقول عن مراسم تشييع جثمان. الملك فيليب جثمانه موجود في قبو في إحدى الكنائس ببريطانيا، وكانت رغبته أن هو لا يذهب إلى مثواه الأخير إلا عندما تنضم لي الملكة فيدفنا معا. ده الحب والحياة والمشوار الكبير اللي عاشوه مع بعض. جثمان الملكة تشييعه هيستغرق حوالي 10 أيام، وده علشان يسيبوا فرصة للناس ان هم يقدموا التعازي واحترامهم ويلقوا النظرة الأخيرة على الملكة، ومن بعد كده هيتم الدفن، ولكن لم يحدد بالظبط هيكون يوم السبت أو الأحد القادمين. لسه ده أعتقد لسه إلى الآن لم يعني يحسم، علشان هم عايزين يشوفوا يوم يكون فيه أكبر عدد من الناس تقدر تروح وتقدم التعازي. ملكة كانت التاريخ، ملكة كانت مثال للحب والتفاني والشموخ والرقي والمسؤولية والإنسانية. رحلت إليزابيث الثانية عن عالمنا، ولكن بالتأكيد تركت إرث كبير جدا للإنسانية. أيام ونودع فصل الصيف، ورسمياً يبدأ الخريف في يوم 23 سبتمبر وفقاً لمعهد البحوث الفلكية. بعدها نستعد لدخول فصل الشتاء، واللي أكد خبراء الفلك أنه مش هيقل برودة، وخبراء الأرصاد كمان بالطبع، عن السنة اللي فاتت، ويمكن يكون حتى البرد أقصى وأشد، درجات الحرارة تشهد انخفاض أكتر كمان عن السنة اللي فاتت. عشان كده كان لازم نستعد من دلوقتي ونعرف أخبار يعني تطعيمات إنفلونزا إيه، ووزارة الصحة استعدت إزاي، سواء للأطفال أو حتى للكبار المهتمين إن هم يقوا نفسهم من نزلات برد شديدة. البيانات الرسمية ضرورية جدا علشان نعرف أخبار الحصول إيه على لقاح الإنفلونزا اللي هيساعدنا في الفترة القادمة. معنا عبر الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ شيرين، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية لو ممكن حضرتك تقول لنا الاستعدادات في الوزارة إزاي للجرعات الخاصة بتطعيمات نزلات البرد والإنفلونزا الفترة القادمة. يعني وزارة الصحة المصرية من خلال ذراعها المتمثل في المصل واللقاح أو فاكسيرا وفرت لقاح الانفلونزا الموسمية الجديد لشتاء 2022-2023. هو موجود في المركز الرئيسي في الدقي وفي جميع الفروع الفاكسيرا الموجودة في المحافظات، بالإضافة إلى توفيره في عدد كبير من الصيدليات الخاصة. اللقاح السنة دي هو لقاح رباعي بيوفر مقاومة أو حماية لأربعة أنواع من الفيروسات الانفلونزا الموسمية، بيتاخد من سن 6 شهور. مفيش بقى حد اعلى للسن. الاطفال بس اللي من سن 6 شهور ل9 سنوات لو كانوا ما خدوهوش قبل كده بياخدوا جرعتين بين كل جرعه والتانيه شهر. فوق ال9 سنوات بياخد جرعه واحده فقط. تمام. هل في اي اعراض جانبيه خصوصا في حاله الاطفال واللي بياخدوه اول مره؟ يعني نتوقع ان مثلا هيبقى فيه سخونه اول يوم او ما الى ذلك؟ يعني
يعني اللقاح الحقيقه امن جدا، سواء حتى للحوامل مش بس للاطفال. امن للحوامل والاطفال ولكبار السن والاطفال والاشخاص المصابين بضعف اجهزه المناعه. الاعراض اللي ممكن تظهر هي الالام، مكان الالم البسيط اللي بيحصل مكان الشكه، بالاضافه الى ممكن يبقى في نوع من ارتفاع درجه الحراره ما بيزيدش عن يوم، او خمول، ويعني احساس كده بالخمول، لكن غير كده الحقيقه لا يوجد اعراض جانبيه لها اي تاثير او حتى متوسط التاثير على المتلقين اللقاح. على العكس، في 90% ما بيبقاش في اعراض خالص. احنا بنتكلم على الاعراض اللي ذكرناها دي، اعراض نادره جدا، يمكن ما بتصيبش اكثر من 10% من اللي بيتلقوا اللقاح. 90% من كل 100 في 90 بياخدوا اللقاح ما بيبقاش عندهم اي نوع من انواع الاعراض. تمام. هل في وقت امثل ان احنا ناخد فيه التطعيمات؟ يعني الشهر ده، الشهر الجاي، الناس لسه مش حاسه بالبرد يمكن. يعني عاده احنا بنتكلم على شهر 8 وشهر 9 والى حد شهر 10، يمكن منتصف شهر 11 كمان، هو ده الوقت اللي بيبقى فيه اخذ اللقاح. فبدايه من شهر 8 اللي احنا شهر 8 وشهر 9 اللي احنا فيه، هو ده الوقت الذي ينصح به باخذ اللقاح. مهم برضو ان انا اقول لحضرتك انه لا يوجد اي نوع من انواع التعارض، بل على العكس، ان احنا بنوصي بده انه ناخذ لقاح الانفلونزا وناخذ لقاح الكورونا كمان. تمام. انا مش عارفه بقى، زمان كانوا بيدونا التطعيمات في بتبقى متاحه في المدرسه، هل ده متاح ولا بس بيكون في يعني الاماكن التابعه للوزاره في كل محافظه؟ لا، يعني لقاح الانفلونزا ليس متاحا بشكل روتيني في المدارس، لكن يمكن من خلال التنسيق مع الادارات التعليميه انه يبقى في حملات للتطعيم الاطفال بعد موافقه اولياء الامور في المدارس باللقاح ده. ده من خلال تنسيق مسبق مع الشركه القوميه للمصل واللقاح ووزاره الصحه والسكان، نقدر نعمل ده، لكنه لا يحدث بشكل روتيني على طول. يعني اي توصيات قبل ما نبدا موسم الخريف حضرتك تديها لنا يعني نحترس التوصيات بيها؟ ان يعني وزاره الصحه توصي بالتلقيح من الانفلونزا، تشدد على التلقيح ضد الكوفيد 19، الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتطهير المستمر للايدي والاسطح والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الاماكن المزدحمه وقليله التهويه، ده شيء مهم جدا جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على مجهودكم وعلى النصائح القيمة. نروح دلوقتي لتقريرنا اليومي، وهو عن معرض بيضم لوحات فنية مختلفة وفي غاية الروعة بأيدي ورشة أطفال موهوبين. جميل جدا يكون في معرض للأطفال وإن هم كمان يشوفوا لوحاتهم ويشوفوا واقع فنهم ده على الزائرين خصوصا من الكبار. المعرض أقيم في دار الأوبرا وشارك فيه حوالي 50 طفل وطفلة تحت سن 16 سنة، وضم حوالي 52 رسمة متنوعة بتعبر عن حبهم لبلدهم بطريقتهم الخاصة. خلينا نشوف ونتجول في أرجاء المعرض من خلال تقرير زميلنا أحمد بقوش. معرض بصمات الأطفال هو إحنا بنحاول نوصل فكرة لكل طفل إن أنت فعلا تقدر، وتقدر تنفذ زيك زي أي فنان كبير، وتقدر تشتغل وتطور من نفسك وتطور من شخصيتك من خلال لوحة، من خلال فكرة داخل لوحة تعبر فيها عن نفسك وتعبر فيها عن شخصيتك. قصدت الفكرة دي لأني بدرب بعض المواهب الصغيرة من الأطفال، فحبيت أفهمهم وأعرفهم بعض أشياء كانت موجودة في المجتمع في السابق ومش موجودة دلوقتي، زي مثلا بابور الجاز، زي الزير، زي بعض الأشياء اللي كنا بنستخدموها في حياتنا القديمة. بحاول أوصل لهم فكرة التراث الشعبي المصري عشان يبقى عندهم ثقافة أكتر ويتواصلوا مع المجتمع. عندي
12 سنة من وانا صغيرة جدا. أنا بحب الرسم جدا من وانا عندي 4 سنين، وانا بدأت أرسم لوحدي. فمرة على مرة الصراحة أهلي كانوا واقفين جنبي جدا في الحوار ده. اشتركت في أول معارض، اشتركت في بصمات الأطفال الأول والثاني والثالث، وكانت إن أنا أجي هنا دي كانت نقلة كبيرة قوي وفرقت معايا في حاجات كتير. كأن أنا مثلا إيه يعني كهو معرض الأوبرا وكمكان سياحي زي ده ومشهور، هي كانت نقلة كبيرة وكانت حاجة الصراحة تفرحني، يعني حاجة أكون فخورة بيها. فقلت أرسم حاجات زي اللي بتبقى في الأبالي والمراكب القديمة بتاعة مصر والحاجات دي، لأن دي من الحاجات اللي بحسها يعني بتجيب راحة بجد. بقالي 5 سنين برسم اللوحة بتاعتي بتتكلم عن اللاندسكيب. اللاندسكيب دي بقى بتبقى منظر الطبيعة زي النباتات والشجر وكده. وأنا صغيرة كنت بحب الرسم وبدأت أرسم يعني مع الميس، فرحت قوي وكنت مبسوطة، وكنت انا بحب المناظر الطبيعيه فرسمت جبال. بحب الرسم ومن صغيره يعني موهبتي الرسم. انا رسمه لوحه طبيعه حيه ويعني طبيعه حيه ولاندسكيب. بحب الرسم، بدات ارسم حوالي تقريبا وانا عندي 7 سنين، ولحد دلوقتي برسم وتطورت كتير يعني. ما كنتش بعرف ارسم قوي في الاول ودلوقتي بقيت بعرف ارسم كويس. اشتركت في كذا معرض، ده رابع معرض ليا، وبدخل بلوحات زيت. اول مره دخلت بلوحه سوفت، وثاني مره برضو، والمره دخلت بلوحه زيت. اول مره يعني ما كانش رسمي حلو قوي، بس بعد كده اتطورت يعني في الموهبه وكده، وبقيت برسم احسن عن الاول. على قد ما التقدم سهل لنا حاجات كتيرة جدا في حياتنا، على قد ما أصبحنا بنعيش في عالم يمثل بشكل أو آخر خطورة علينا، ولازم نعي كويس جدا إحنا بنتعامل مع إيه ونتخلص من بعض المواد دي إزاي. البلاستيك إحنا اتكلمنا عليه كتير جدا في البرنامج هنا، عن إن الواحد يعني ياخد باله العلب اللي بيحفظ فيها الأكل أو الأزاز اللي بيحط فيها المية تبقى مكتوب عليها رقم معين، يبقى فيه تعليمات معينة خاصة بأن البلاستيك ده آمن أن أنا أحط فيه مادة ممكن زي الأكل أو الشرب تتفاعل مع البلاستيك دي يعني تصبح خطر على صحتنا. النهاردة احنا مش بنتكلم على العلب أو الأزايز، احنا بنتكلم على حاجة أخطر موجودة في بيوتنا يعني من زمان وطول الوقت، وهي لعب الأطفال اللي معمولة من البلاستيك. احنا بنشوف ان البلاستيك ده حاجة آمنة وحاجة خفيفة وممكن ما تأذيش الولد لو وقعت عليه، لو لعب بيها مسكها، حاجة طرية جدا وبسيطة جدا وخفيفة جدا، ودايما بتيجي في شكل جميل ولافت وألوان، وحاجات كتير منها بتكون رخيصة علشان اللي عايز يجيب لأولاده لعب لطيفة يتسلوا بيها من غير ما يثقل على ميزانيته. لكن في دراسة اتعملت مؤخرا في جامعة في السويد قالت ان الألعاب البلاستيكية اليدوية بتشكل خطر على صحة الأطفال، وان الغالبية من الألعاب دي بتحتوي على مستويات خطيرة جدا من المواد الكيماوية السامة اللي ممكن تعمل لهم مشاكل كتير جدا، زي انها تعوق نمو الأطفال بشكل طبيعي، او انها لا قدر الله تسبب نوع من السرطان او العقم. كمان بتزيد من مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الثدي والسمنة والسكر وانخفاض معدل الذكاء. ايه كل ده؟ يعني ده هي لعبة، ده البطة شكلها حلو، ده المكعبات لطيفة والولاد بيلعبوا بيها، وكلنا لعبنا بالحاجات دي من قديم الأزل. ايه اللي حصل وايه الخطورة الرهيبة اللي الكل بيتكلم عنها دلوقتي؟ ضيفتنا في هذه الفقرة هتكلمنا أكتر وبشكل علمي، وهتحاول تقول لنا ايه البدائل علشان نبعد عن خطر البلاستيك ونتنبه ليه، وخصوصا في الأعمار الصغيرة أقل من 5 سنين اللي كل حاجة على بقهم.
دكتورة رحاب شحاتة عبد الهادي، استشاري السموم الإكلينيكية بالمركز القومي للسموم القصر العيني. أهلا بحضرتك، منورانا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. البلاستيك إحنا مش هنقدر نستغنى عنه تماما، هو موجود في حياتنا بشكل كبير، هو أرخص من مواد تانية كتير، لكن الحديث مؤخرا عن موضوع لعب الأطفال اللي هي الواحد يعني على قد ما يرجع بذاكرته كده، دي موجودة طول الوقت في حياتنا، كلنا لعبنا بالبلاستيك. دي دراسة حديثة ولا الموضوع ده موجود طول الوقت ولا اتفتح الكلام فيه مؤخرا لكشف ما يعني؟ والله هو في آخر 20 سنة يعني بدأ الاهتمام بموضوع البلاستيك، وخاصة في الحاويات زي ما حضرتك قلتي اللي ليها علاقة بالأطعمة والأكل، واتعملت دراسات كتيرة قوي إن البلاستيك ده بيضاف إليه مواد اسمها بلاستيسايزرز، أو اللي هي مكملات البلاستيك، أو اللي بتساعد بتدي البلاستيك متانة ومرونة إن هو يتشكل، وإن وكمان في بعض المواد بتخليه يعني غير قابل للاشتعال، فبتديله فرصة إن هو يدخل الميكروويف أو غسالة الأطباق أو هكذا. المواد دي لما اتعملت عليها دراسات لقوا ان هي مواد سامه، مواد عضويه سامه، وبتبقى في البيئه لفتره طويله، بتاثر جدا على صحه الانسان بشكل عام، بتاثر على خاصه الاطفال، لان اي ماده كيماويه بيبقى ليها حد سميه يعني بعدها بتسبب منها مشاكل في الاطفال. المشكله ان الحدود السميه بتاعت المواد الكيماويه بتبقى اقل من كمان الكبار، يعني ما بيستحملوش النسب اللي ممكن شخص اكبر يستحملها. بالظبط. لان لكذا سبب، لان هم اول حاجه لانهم اي حاجه بيستخدموها دايما يكتشفوها ببقهم. تاني حاجه ان هم يعني العمليات اللي في الجسم عندهم عمليات الايض او اللي هي الميتابوليزم وعمليات النمو وانقسام الخلايا عندهم تبقى سريعه جدا. تالت حاجة ان هو اصلا الوزن يعني كل ما يعني حد سمي بيبقى ليه علاقة بالوزن. صح. يعني الحاجة اللي هي مثلا 10 ميلي جرام لكل كيلو، الكبير اللي 70 كيلو ده هيبقى محتاج منها 700 ميلي جرام عشان تقصر، الصغير ال 10 كيلو ده هيبقى هما ال 100 ميلي ده اقصى حاجة ممكن يتعرض لها. فده بيخلي الاطفال اكثر عرضة للمشاكل الصحية اللي بتحصل من المواد السامة دي. الحاجة التانية ان الدراسة بدأت بقى تهتم، طب هل الألعاب الأطفال اللي هي معظمها 90% منها بلاستيكية، هل فعلا بتأثر على صحة الأطفال دول وبيوصل لهم المواد دي ولا لا، وفيها نسب عالية ولا النسب المسموحة؟ طبعا في منظمات يعني زي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء ومنظمة حماية البيئة حطت حدود ومعايير لنسب المواد دي في البلاستيك اللي بيتعمل في الأطفال أو في لعب الأطفال. فالدراسة كانت مهتمة أنها تقارن هل اللعب القديمة بس هي اللي فيها النسب معدية الحدود ولا في نسبة من اللعب الحديثة برضو. فجابوا حوالي 150 لعبة وبدأوا ياخدوا منها، في منها قديم وفي منها حديث، لو طبعا 85% من اللعب القديمة كان فيها نسب عالية جدا من تعدت 40%. يعني 400 ضعف المسموح بيه. في بس حوالي 30% من الجديده برضو، وده يعتبر ريسك طبعا، ان برضو تعدت الحدود المسموحه بنسب عاليه. طب هنا فكره يعني هنقول ممكن نقول ان زمان والله اعلم يعني انه ما كانش مثلا معروفه المعلومه دي، لكن خلاص بقت معروفه وجود 30% من السموم دي داخل لعب الاطفال، هل لان الموضوع مكلف وغالي ان هم يقللوا من هذه النسبه او ان هم يعملوا تعامل مختلف مع اللعب، ولا استسهال ولا ايه بالظبط؟ هي مواد مكملات البلاستيك دي مهمه في صناعه البلاستيك وارخص، يعني في بدايل طبعا، بدا طبعا يعني الصناعه تبدا تشوف بدايل عشان الماده تبقى طبقا للمواصفات. تمام. ففي بدايل صحيه زي ان هم يلجاوا للحاجات الطبيعيه، الياف النباتات، ويبداوا يعملوا منها اللعب، يستخدموها في اللعب والحاجات اللي بتستخدم في اللعب، لكن مكلفه جدا وما بتديش نفس النتائج اللي بيديها البلاستيسايزرز دول، اللي هم بيساعدوا ان بيسهلوا التشكيل، بيدوا مرونه متانه للحاجات اللي بتستخدم، بيسهلوا ان الحاجات دي ممكن تدخل مايكروويف وتستخدم على درجات حراره. احنا بنتكلم على اللعب، فكره المتانه يعني
ممكن يكون في وقت من الاوقات بتشيلي اللعب مثلا عشان هيلعب بيها بنتك الصغيره او تتوارث كده تعديها من جيل لجيل. دي الفكره القديمه فعلا كده. دي الفكره القديمه بس طبعاً. لو ده مش صحي مش مهم بقى تتحلل تتكسر تبوظ، بس ده موجود في السوق ولا مش موجود؟ يعني دلوقتي ام بتتفرج علينا نازله تشتري هديه لابنها او لعيد ميلاد حد، ابص على ايه بالظبط؟ يعني برضه عشان ما نعقدش الناس قوي يعني لكن في مواصفات زي ما اتفقنا وفي رقابه على تطبيق المواصفات دي في محلات لعب الاطفال خاصه البلاستيكيه، فالمفروض ان هو الاماكن اللي بتصنع اللعب دي وطبقا للمواصفات بيبقى في عليها ليبلز. الليبلز دي بتبقى مكتوب ان هي الفاسيليت، يعني الفاسيليتس دي ماده اسمها هي اسمها فاسيليتس، من اهم المواد الخطيره السامه اللي بتدخل في البلاستيك. في مواد زي البيسفينول، والبيسفينول ده يمكن شفناه في الازايز قبل كده وكان كل حاجه بتطلع عليها الليبل بتاع البيسفينول فري، برضو الفاسيليت اللعب هنلاقي عليها فاسيليت فري، او ان هنلاقي عليها ليبل ان هي. طب احنا معانا اهو ده يعني ده 100% بلاستيك فري، ده تمام. ده معمول من اللي هي مواد عضويه مثلا او الياف. الياف بالظبط. اوكي. ده الجرين برضو، ده الحاجات اللي هي الجرين اكتف فاميلي، دي اللي هي الحاجات اللي كلها مصنعه من الحاجات الطبيعيه. طبيعيه ما فيهاش في كمان لوجو. ده ايه ده بقى؟ بيسفينول ايه اللي هو البيسفينول ايه ده اللي كان بيبقى موجود في الازايز وفي لا بنلاقي العلامه دي دايما على اللانش بوكسات والحاجات اللي هي. فانا ركز بقى على العلامه دي تحديدا. ركز على العلامات دي بالظبط في العلب. دي فاسيليت فري. الفاسيليت ده برضو هو من الماده البلاستيسايزر الاساسيه اللي بتبقى موجوده ده على الازايز، على العلب، على اللعب. على اللعب لازم اخد بالي من بالزبط. ان يكون في العلامات دي. يكون في العلامات دي بالظبط ان هي تبقى سيف فور كيدز. كمان بيبقى اللعب عليها يعني محدد السن بتاع الطفل اللي يتعامل معاه. وبصراحه انا كنت متصوره انه علشان ادراك الطفل انه يعرف يلعب باللعبه دي او يفهمها عشان ما يشرقش وعشان بالظبط خطورته. لكن هل ليها كمان حاجه تانية غير اللي احنا متصورينها؟ يعني موضوع ان هو يفهمها في حاجه تانية صحيه؟ طبعا، لان زي ما اتفقنا ان الاطفال اللي هم بيبقوا اقل من 5 سنين بيبقى دايما اي حاجه على بقهم على طول. فان في دراسه اتعملت في امريكا ان هما جابوا لعاب يشابه لعاب الطفل وحطوه على الالعاب دي لفتره على قد مساحه بق الطفل يعني، وبعد كده اخدوا اللعاب ده وحللوه في المواد دي، لقوا ان المواد دي موجوده، يبقى بيحصل تسريب من اللعبه للعاب الطفل. أوكي. والطفل يبلعها. ففي حاجات لو فيها نسب اعلى من المواصفات المفروض ان الاطفال اللي هما تحت الادراك ما يستخدموهاش عشان ما يقدروا يحطوهاش في بقهم، تبقى يعني ممكن تسبب لهم خطوره ان المواد دي توصل لهم. طب انا لو عرفت اعمل سيطره على اللعب، بس في حاجات تانية يعني كلنا بنستخدمها مع الاطفال. التتينه بالظبط والعضاده اللي هي بتاع عشان ما بيسننوا، دي الحاجات دي كلها يعني ايه؟ ما هو في بقى المطاط الرابر ده اللي هو المطاط اللي في زي اللي في التتينه، وفي الحاجات زي العضاده والحاجات دي بتبقى داخله فيها بلاستيك. دي الى زي ايوه زي ده مثلا الطفل الجميل يعني انا لا انصح باستخدام التتينه دي خالص الحقيقه. والله لان طبعا التتينه دي بلاستيك، والبلاستيك يعني صعب جدا ان يبقى بلاستيك يعني ما فيهوش خالص، وخاصه زي ما اتفقنا ان الاطفال اللي بيستخدموا الحاجات دي في سن صغير جدا. فان هم يعني كل الالعاب اللي احنا شايفينها دي ما ينفعش نهائي نديها لبيبي صغير كده. البيبي صغير لان كمان زي ما اتفقنا جسمه وزنه قليل فالتسمم هيأثر فيه المواد الكيماويه، لان المشكله ان المواد دي بتأثر على اكثر من جهاز يعني، واهمها جهاز النمو العصبي العقلي بتاع الطفل. فهتلاقي ليها سبب كبير في فرط الحركه عند الاطفال، في عدم التركيز. لقينا بعض الحالات دي ايه مثلا يا دكتور؟ الصوره اللي احنا شايفينها الصوره دي بتبين ان الحاجات المنتجات دي حتى بتفضل في البيئه يعني لا تنتهي. ما بتروحش من البيئه. فيعني حتى الريسايكلينج، فكره الريسايكلينج دي او اعاده التدوير، اعاده التدوير دي حاجه يعني في حاجات كتيره نشتريها نلاقي عليها دي ريسايكلد. دي مش حاجه حلوه يعني، دي نبتعد عنها بلاش منها. لان فكره اعاده التدوير احنا بنستخدم حاجات قديمه كان فيها نسب عاليه من المواد ديت، وكمان بتبقى موجوده في تفضل في البيئه يعني حتى مش صديقه البيئه ولا حاجه، وان هي ممكن تسبب لنا مشاكل للناس اللي هم اكثر عرضه، اللي هم الاطفال، اللي هم السيدات في مرحله الحمل، والكبار السن اللي هم بيبقوا اكثر عرضه للتسمم بالمواد دي.
طب انا عايزه ارجع تاني لموضوع التتينه دي، لان دي حاجه اساسيه عند ناس كتير، في اطفال ما بيعرفوش يناموا من غيرها مثلا، او في المرحله اللي هي ما بين ان هي الام بتفطم او كده، فبتحطها له بالليل بتديها له عشان يبتدي ياكل، او في ناس بتزنق الاكل بيها بعد كده، والبيبرونه مهمه جدا. طب ده ينطبق على التتينه؟ ينطبق على البيبرونه؟ ينطبق على الجزء اللي هو بتاع البيبرونه. يا نهار ابيض. او كمان بلاش البيبرونات، يعني يفضل البيبرونات تبقى زجاجيه. بلاش البيبرونات. هي لسه في الزجاجيه دي؟ في ماركات بتبقى فيها زجاجيه. تمام. لان برضو يعني المواد دي بتطلع اكتر وبيحصل لها تسريب اكتر من الحاجه لما تتعرض لسخونه. فلما استخدم مثلا لبن سخن او كده، ده بيخليها المواد دي تطلع في اللبن. لما احطها في ميكرويف او اسخنها او اغليها علشان اعقمها او كده، كل ده بيعرض ان المواد دي يحصل لها تسريب من البلاستيك ده. الافضل ان احنا نستبعدها من الحاجات بتاعت الاطفال. طب ايه البديل؟ لكن في يعني في الصيدليات بالنسبه للتتينه، في الصيدليات حاجات بتبقى مكتوبه عليها امنه لفور كيدز، يعني بتبقى الماده بتاعتها بتبقى يعني امنه للاطفال، امنه للاطفال في السن ده. وكمان نقطه مهمه جدا ان الحاجات دي يعني التعامل معاها بقى، هل هي لما بتتقطع او يعني الطفل طبعا بيقعد يعضعض فيها بالظبط، تتشقق تتقطع، كل ده اتخلص منها واجيب غيرها، لان يعني القطع او الاستهلاك بتاعها ده بيعمل تسريب لكميه اكبر من المواد. يا نهار ابيض. فده الافضل ان انا اتعامل يعني بحرص شويه مع الحاجات دي. طيب ممكن حضرتك، يعني حضرتك قلت لنا على حاجه من العلامات اللي الواحد ياخد باله منها، لما بياخد لما بتعرض الطفل لتسريب المواد دي جوه جسمه، بيبتدي يعني شويه شويه يبقى فيه شويه تغيرات كده، منها فرط الحركه. ايه تاني اخد بالي منه؟ انه الولد جسمه بيتسمم، وهل هنا بقى في تحليل دم مثلا او اي تحليل اقدر اعرف منه هو كويس ولا في نسبه كيماويات دخلت جسمه وبتاثر عليه؟ هو المواد اللي هي العضويه دي يعني ليها تاثير تراكمي، مع السنين بيبان، بيبان بقى مع الوقت. فهلاقي ان الطفل ده بدا يعني كمان في اطفال للاسف عندهم مشكله لما بيظهر عندهم نسبه انيميا، بيبقى عندهم حاجه اسمها البايكا. البايكا دي يعني بيبقى عنده ميول ان هو ياكل حاجات غريبه، حتى في الاطفال الكبار شويه. حاجات غريبه ازاي؟ يعني مثلا يقشر في بياض الحيطه. سمعنا على حاجات كده. يحط في يعني افتكر مره جالنا طفل يعني مامته لفت بيه، كان عنده فرط في الحركه وكان بياكل المانيكير بتاع فبرضه ادوات التجميل دي فيها نسبه فاسيليتس عاليه يعني، وفيها كمان معادن زي اللاد والحاجات دي كلها بتساعد في وجود فرط الحركه وتاخر في النمو العقلي للطفل. ده لو الطفل يعني خد من الحاجات دي وكل منها، لكن لو الست بتحطها على بشرتها مش بتاكلها ولا ده من المسام الجلد بيروح للدم برضو؟ بيمتص برضو بس بنسب اقل يعني. فهنا الحل ان احنا نشوف الحاجات اللي عليها الماده دي على المواد دي بالظبط. فحضرتك قلتي فرط الحركه او بيبقى فيه ميل ان هو بياكل حاجات غريبه اللي هي زي البياض او كده، ده ممكن يخلي حتى يعني في السن الاكبر ان هم يعني في دراسه اتعملت برضو في امريكا، خدوا اطفال اللي هم من 5 ل 12 سنه، حبوا ان هم يقيسوا لهم نسبه الفاسيليتس والبيسفينولز اللي هم سببوا فرط الحركه وعدم التركيز وكده، لقوا عندهم نسب عاليه. فبداوا يعملوا زي يسالوا الاب والام، يسالوا الاولاد بيستخدموا، لقوا ان حتى البلاستيك اللي بتحط فيه الوجبات الجاهزه كمان ده برضو بيسبب، وده ينطبق على الفوم كمان. ده برضو مادة معالجة بالظبط، فده ما يتحطش فيها أكل أصلا أكل سخن، الحاجات السخنة اللي يدخل الميكرويف يتعرض لسخونة، كل ده بيعمل يعني تسريب للمواد دي في الأكل بتاعه. وهنا لو أي حد شاكك إنه ابنه ممكن أو يعني يكون تعرض لحاجة، في تحليل دم يبين نسبة السموم في الدم؟ بتتقاس المواد دي في البول بتاعت الأطفال، هم حتى في الدراسه دي قاسوا في البول بتاع الاطفال. ونقدر يعني نشوف النسب هل النسب اللي عندهم متعديه النسب المسموح بيها ولا لا. وفي علاج في الحاله دي ولا بيبقى اتاثرت اجهزه في الجسم بالفعل؟ للاسف المواد العضويه دي زي ما اتفقنا ان التاثير بتاعها تراكمي، عشان كده احنا دلوقتي بنكلم الناس وبنوعيهم وبنقول لهم يعني الافضل ان احنا يبقى في وقايه، في حذر في التعامل
يعني مع المواد دي، لان العلاج بتاعها بيبقى صعب. ساعتها العلاج هيكون للمرض اللي حصل، لان هي مش بس بتاثر على النمو العقلي، هي بتاثر كمان احيانا على الكبد، بتاثر اساسا على الغدد. يعني هي اندوكراين ديسربتورز، يعني بتاثر على الغدد اللي في الجسم، تعمل مقاومه انسولين. فالاطفال دول معرضين ان يحصل لهم سمنه، ومعرضين ان يجي لهم يعني سكري من الدرجه الثانيه، النوع الثاني. كمان ممكن مع التعرض ليها لفترات طويله بكميات طويله بتدخل في الحمض النووي بتاعت الخلايا اثناء انقسامها، وممكن يبقى عرضه للاورام والسرطانات لا قدر الله. يا ساتر يا رب. طب في بدائل ايه غير البلاستيك؟ يعني مثلا ايه مواد تانية ممكن مثلا لعب مصنوعه من الخشب مثلا دي ممكن تبقى افضل؟ يعني حضرتك ادينا بدائل، اصل البلاستيك ده مالي حياتنا. بس الموضوع خطير فعلا. بدات تظهر فعلا لعب خشبيه كتير، مكعبات باشكال، في بعض يعني اللعب بداوا يستبدلوا الخشب. بس الامن هو استخدام الخشب زي ما قلنا، او الالياف اللي هي الطبيعيه. الخشب المشكله بقى في الالعاب دي ايه؟ تظهر مشكله تانية. خير. الالوان. الالوان المطليه بيها الـ يعني لو هو طفل يعني برضو اقل من 5 سنين ما عندوش ادراك، ممكن يحطها في بقه او كده. فنفس الشيء. المشكله الالوان بيبقى فيها فاسيليتس، وفيها ماده كمان خطيره جدا هي الرصاص. لا ده الرصاص بقى ده يعني غير مسموح بوجوده تماما، ومعروف جدا ان هو يعني حتى CDC كانت قايله ان مسموح لحد 10 ملي جرام برديسيليتر في الاطفال، قالت لا دلوقتي، قالت لا مش مسموح بوجوده تماما. هو اعتقد كده انه يعني احنا فهمنا الموضوع، رايح فين. الموضوع فعلا خطير، وزي ما دكتور رحاب شحاده قالت انه الموضوع تراكمي وبيعمل مشاكل كتير على مدار بقى صحه الاطفال. فاحنا ما فيش غير ان احنا نحاول بقى نخترع حاجه نسليهم بيها ونلعب معاهم بيها في الفتره دي، لانه فعلا الموضوع خطير ومحتاج حرص شديد. نشكر دكتوره رحاب شحاته عبد الهادي، استشاري السموم الاكلينيكيه بالمركز القومي للسموم بالقصر العيني. شكرا على حضور حضرتك. نخرج لفاصل ومن بعده فقرتنا الثانيه، خليكم معانا. طول الوقت بنشتكي من منصات التواصل الاجتماعي والمشاكل اللي جايه لنا منها، بس ما بنقدرش نبعد عن الفيسبوك. شايفين ان ولادنا جالهم اكتئاب من كتر ما هم مصدر لهم صور تبدو شديده الكمال عن حياه واشكال ناس مش قادرين يوصلوا لهذا الكمال، بس برضو عاملين حسابات على الانستجرام واحد واتنين. مش قادرين نسمع الاخبار، خلاص مش هنشوف التلفزيون، بس بنتابع على تويتر. الحقيقه ان احنا اصبحنا جميعا مدمنين ومدانين بان احنا بنستقي اخبارنا من السوشيال ميديا، ان احنا بقينا عبيد لهذه العاده، ان احنا نتابع كل حاجه بتحصل عن طريق منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، بنشير ليها اول ما نشير او ما نشير له بان هو السبب في مشاكل اجتماعيه كتيره عايشينها، وحوادث بقينا نستغربها جدا ونقول ازاي ده مش مجتمعنا. اكيد منصات التواصل الاجتماعي هي المسؤوله، ولكن ما بنقدرش برضو نفارقها او نقاطعها. وانا كنت متصوره الحقيقه ان ضيوفنا مش هم اول ناس يعملوا بحث عن تاثير السوشيال ميديا ومنصات التواصل المختلفه على الشباب على نواحي كتير في حياتهم، لكن الحقيقه يعني اتفاجئت ان هم اول ناس في مصر يتصدوا لهذا الموضوع، وان هم قروا ودرسوا وحضروا كتير جدا عشان يخرجوا بهذا البحث. ضيفنا اللي هيحكم عليه في هذه الجلسه الاستاذ سامح الشيخ، باحث في العلوم الانسانيه وكوتش، بيقول انه 60 ورقه شديده الانضباط وموثقه وبحالات حقيقيه من المجتمع ده، وبيؤكد ان محدش في مصر عمل البحث بهذا الشكل، وان يمكن يكون في بعض الابحاث خرجت في دول اوروبيه او في الاردن مثلا، لكنه بحث يستحق وقفه. شروق فرج وجهاد مصطفى هم اصحاب هذا البحث، هم طالبات في كليه الاعلام الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا فرع اسكندريه، وجايين لنا مخصوص من اسكندريه. اهلا بيكم، منورنا. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك.
هبتدي مع أصحاب البحث وبعدين أسمع رأي حضرتك العلمي. انتوا كنتوا عارفين اول ما ابتديتوا ان انتوا اول ناس هتتصدوا الموضوع ده بشكل اكاديمي يعني علمي موثق؟ او احنا اصلا قبل ما بنبدا ان احنا نعمل الريسيرش نبدا فيه نعمل حاجه زي كيس ستادي كده قبليها. تمام. لازم بنشوف الاول هو الموضوع ده مهم، هل هيهم الناس، هل الحاجات دي يعني اللي احنا هنوصل لها بشكل ما ممكن ان هي تكون مهمه ان الناس تعرفها. تمام. ولا لا. فاحنا لما دورنا في الحاجات دي كلها وعرفنا الكيس ستاديز دي فهمنا انه في لاك اوف اتنشن للفكره دي، مفيش اهتمام كافي بالموضوع. ان احنا طول النهار بنتكلم على الحكايه دي بس مفيش ولا بحث، مفيش اويرنس، ناس ما كانتش عارفه ايه البنج ووتشنج. احنا قعدنا فتره لحد ما عملنا ديفايننج للفكره دي للناس عشان تفهم احنا بنتكلم عن ايه. طب بالعربي المشاهده المكثفه، او ان انا بمعنى اصح ان انا ما اقومش الا لما اخلص السيزون او السيريسز كامله. عارفه بقى هي مش مكثفه، هي شراها، هي شراها بالظبط فعلا. يعني ده الوصف الادق. طب شروق استعنتوا بايه علشان يبقى بحث علمي ممكن ناس تستخدمه كمرجع وتقول اه والله ده النتائج اللي وصلوا لها فعلا يعني علميه؟ ابحاث كتير جدا من امريكا. يعني قعدنا على بنك المعرفه المصري نزلنا ابحاث كتير جدا جدا وقعدنا نقراها عشان نقدر نجمع داتا تكون علميه وفي نفس الوقت ليها علاقه بالموضوع علشان تبقى مرجع لينا. احنا لازم في جزء في البحث اسمه literature review، ده بيبقى مبني على اساس ان البحث يعني المواضيع اللي كانت موجوده في الابحاث اللي فاتت. تمام. او مراجع الابحاث اللي فاتت ولازم نذكرها ونذكر مين الباحثين. فاحنا قعدنا فتحنا يعني تقريبا حوالي كل واحده فينا فتحت حوالي 20 بحث كتير وقعدنا نقراهم كتير. أنا فاكرة جدا كانت بتيجي علينا ايام كنا بنداونلود حاجات بال100 بحث وفي الاخر بناخد منهم مثلا 2 كوتس او حاجه. نقعد نقرا كتير جدا لان لازم نكون فاهمين اصلا البرسبكتيف بتاع الريسيرشر اللي عمل الكلام ده كان بيدور على ايه، وجهه نظره ايه، الزاويه اللي كان بيتناول. كان أصلاً طب ده الابحاث ده انا بس بطمن الناس ان انتوا ناس ذاكرتوا وبانين يعني النتائج بتاعتكم على اسس علميه مظبوطه. ايه اكتر حاجه صادمه خرجتوا بيها في البحث ده تخص مصر مالناش دعوه بقى بالناس الثانيه؟ الاكسبوجر نفسه، المعدل، معدل تعرض الناس للمنصات. احنا اتفاجئنا، احنا قلنا اوكي اكيد بيتفرجوا ومعدلات كتيره وكان المين جول بتاعنا ان احنا نعرف ده بيأثر على اكاديميك اتشيفمنت ولا لا، بس احنا اتفاجئنا ان هم بيتفرجوا في ليالي الامتحان. لا ثانيه واحده، انت بتتكلمي على شريحه معينه ولا على التينيجر؟ احنا البحث بتاعنا كان على التينيجر، كان على المراهقين تحديدا. اللي هو من سن كام لكام برضه معلش؟ اللي هو من 14 من 14 يعني لحد 20، من 14 ل 20. فانت اكتشفتي انه الناس انه الاطفال معلش هم اطفال وفقا للقانون يعني في السن ده المراهقين دول بيتفرجوا بشكل مكثف جدا جدا حتى في ليالي الامتحان ما عندهمش مشكله. في ليالي الامتحان بالظبط النسبه كانت 82% من 2 ل 7 ساعات. سالناهم سؤال صريح، هل انتوا بتتفرجوا ايام الامتحانات؟ سؤال صريح كده كان دايركت. كان 82% قالوا اه احنا بنتفرج ايام الامتحانات دايركت كده يس اور نو كويستشن. 16% عملوا سكيبنج للكويستشن، ما جاوبوش عليه اصلا، ما جاوبوش عليه لان هم دول اللي ما بيتفرجوش. 16% هم اللي ما بيتفرجوش لكن 82% بيتفرجوا. طيب شروق برضو قولي لي اكتر المنصات استخداما ايه للفئه دي؟ نتفليكس وواتش ات. واتش ات يعني يعني بيشوفوا افلام ومسلسلات مش دايما كنت متخيله انستجرام فيسبوك. لا لا لا، انا حتى سالناهم مثلا ايه هو اكتر حاجه بتشدكم في نتفليكس او بتتفرجوا مثلا مسلسلات اكتر ولا افلام اكتر؟ كلهم قالوا احنا بنتفرج على مسلسلات اكتر. وده بيانديكيت فكره المشاهده المكثفه، ان انت مثلا الفيلم لو بتتفرجي عليه فهو ساعتين بس المسلسل بينزل لك السيزون طبعًا. كله مره واحد مره واحده فانت بتتفرجي على كله مره واحده. فهي دي فكره المشاهده المكثفه. طب جهاد قالوا لكم نوعيه المسلسلات ايه اللي شداهم؟ كانت إيه؟ اكتر حاجه الحاجات الميستيريس او الحاجات الغامضه والدراما والاكشن طبعا. يعني هو معظم الحاجات بتبقى الاكشن والدراما مع بعض لكن اعلى نسب كانت الاكشن والميستيريز. وكان اقل نسبه للفئه الرومانسيه والكوميدي. مش مهتمين الكوميدي كان اقل نسبه عندنا، اقل نسبه الكوميدي. في فرق بين البنات والولاد ولا البحث ما باينش قوي الحكايه؟ احنا كنا طبعا عاملين النسبه بتاعتنا هو الولاد اكتر شويه بيتفرجوا اكتر من البنات. كانت اكتر شويه بس هو مينلي المعدل كله عالي. حاجه ما قصدي معدل الاكسبوجر كله عالي كتوتل. طيب انا مضطره بقى يعني بعد كل المعلومات كتير قوي لازم اروح لحضرتك. يعني استاذ سامح، اطفال او يعني شباب عندهم طاقه وعندهم ما عندهمش مسؤوليه، مسؤوليتهم الوحيده هي المذاكره في وقت الدراسه يعني. بدل ما يبقوا بيعملوا انشطه وبيخرجوا وبيقعدوا مع اصحابهم ومنطلقين، هم قاعدين 82% منهم قاعدين يعني عدد الساعات ده بيتفرجوا بس على حاجات فيها غموض وفيها اكشن وفيها اكيد عنف. ده بيقول لنا ايه عن الولاد دول؟ بيقول لنا هو
هو المشاهده حاجه حلوه، احنا كده كده بنتبسط من المشاهده، بس كل حاجه ليها الحلو وليها الوحش، ادفانتج وديس ادفانتج. تمام، تعال نمسك كده ونفصص الموضوع ده اصلا بيجي منين. احنا بنتفرج على حلقه بتبسطنا، الانبساط ده جاي منين؟ مخنا بيدينا دوز اسمه الدوبامين، ماده الدوبامين، هرمون هرمون السعاده او هرمون المكافاه. اوكي؟ المخ اتبسط هيبتدي يفرز الهرمون تاني، انا قاعد حلقه الثانيه الثالثه الرابعه، بس انا اتبسطت، هو غير لي مودي، قلل التوتر، ظبط لي حالتي المزاجيه، فانا عايز تاني. وحاجه كمان في الحاجات الكويسه برضو، اتعرض شاف موقف، شاف ناس عندها كونفليكت او مشكله، حلوها ازاي، طورت له مداركه، واتفرج تاني وحل مشكله تانيه وحل مشكله ثالثه. الحاجه الثالثه في الحاجات الكويسه اللي بتحصل انه بيحصل تواصل ما بين الصحاب، احنا الاثنين اتفرجنا على نفس المسلسل فبنتناقش فيه، احنا الاثنين اتفرجنا على نفس الفيلم فبنتناقش فيه، بيزيد التواصل. طب تعالى نشوف بقى ايه الديس ادفانتج بتاع الموضوع. تمام، كل ما قعدت اكتر، كل ما الدوبامين اتفرز اكتر، كل ما قوه جسمي انها تستحمل الدوز ده بقت كبيره عليه. احنا لينا حجم في الدوبامين ازاي؟ اشرح لينا بقى. الدوبامين ده هرمون المكافاه. تمام، لما حضرتك بتعملي حاجه فيها اشيفمنت، فيها انجاز، ما للنجاح انجاز، بعد شغلك، بعد الجيم، بعد ما كان عندك مشكله وحلتيها، كل ده بيتفرز فيه ماده الدوبامين اللي هي هرمون المكافاه. اوكي، الحاجه رقم اتنين ان التواصل بيقل بعد ما بنتفرج، لان احنا اتعودنا على الوحده. لو احنا اتفرجنا بشكل متوازن احنا هيبقى في ما بيننا وبعض في كوميونيكيشن وفي تواصل جيد جدا. انما من كتر القعده لوحده هو بيميل بعد كده اكتر للوحده. زي ما استفدنا حل المشاكل واتفرجنا على شكل تاني من الدراما، منسق، ممنهج، مخرج شاطر مدينا صوره حلوه، مدير تصوير، المزيكا اللي مع المسلسل او مع الفيلم، كل دي عوامل جذب ان حضرتك تفضلي قاعده بتتفرجي. اوكي، اللي بيصيبنا بعد كده ان ماده الدوبامين كل ما زادت في الجسم واتقطعت مره واحده، احنا ممكن نتعرض لتوتر واكتئاب وقلق وتزيد الوحده معانا. اللي عاوزين نوصل له ان احنا بنتفرج ومش هنقدر نقول ما نتفرجش، الفرجه حلوه وكلنا بنستفاد منها، تين ايجرز او احنا كمان واحنا كبار كلنا بنتفرج، بس الدوز. الدوز اللي احنا بنتفرج بيه الكم، يعني لما كانت الريسيرش فيها من حوالي من حلقتين لسبع حلقات بنتكلم في خمس ساعات مشاهده متواصله. الدوز ده من الدوبامين صعب قوي تاخده من الحياه الطبيعيه. ده اللي كان هيخليني اسال حضرتك، ساعات لما بتنغمس قوي يعني بتعيش قوي جوه المسلسل او جوه الاحداث، بالذات لو حاجه يعني زي ما بيقولوا غامضه او مشوقه، او ما هي دي مش شبه الحياه. احنا ما عندي ممكن الواحد يعيش حياته كلها ما يشوفش مغامره فظيعه، ولا يعيش يعني التوتر ده والحاجات دي، فدي حاجه بيديها له مش موجوده في الحياه. هل هنا بقى اما بيخرجوا للدنيا بقى بعد كده هم مش عارفين يتواصلوا، مش عارفين يعيشوا، مش مبسوطين بحياتهم؟ عشان بتأثر ممكن على الحاله المزاجيه، لانه ده متغير. انا مبسوطه هنا اكتر، خليني في العالم الافتراضي، مش عايزه اروح، صحابي مملين، القعده تزهق، انا مش هقعد مع ماما وبابا، يعني وهكذا يعني. وبتعمل مقارنات ان اللايف ستايل دي عجباني وده مش الواقع، دي دراما ممنهجه. مفيش شك ان الدراما حلوه والاعلام كويس وبيوصل لك مسج، المسج اللي هتوصل هنا من انهي محتوى، وبعدين ممكن حضرتك في حلقه واحده او في خلال مثلا على مدار سيزن كامل بتعرضي لغموض، اثاره، حب، اكتئاب، فرح عالي جدا، حزن وافتقاد، كل المشاعر دي لما بنتصاب بيها في الوقت ده بعد كده بيجي لنا اكتئاب وتزود معدلات التوتر. طب انتوا لاحظتوا ايه على الشباب اللي انتوا يعني قابلتوهم؟ هل في حد اشتكى ان هو عنده اعراض ما، ان هو مش مبسوط، عنده مشكله مع اهله في حكايه ان هو بيقعد كتير مثلا على المنصات؟ فعلا احنا سالناهم هل انتوا بتحسوا ان مثلا مشاهدتكم المنصه الرقميه بيزيد من انعزالكم، وكان الاجابه اكتر من 100، يعني احنا السامبل بتاعتنا كانت 200، حوالي 105 او 130 انا مش متذكره الرقم قوي، قالوا ان فعلا احنا بننعزل عن الواقع مع مشاهدتنا المنصات الرقميه، بنخرج من العالم بتاعنا خالص. النسبه بالظبط بتاع الناس اللي بيسكيب رياليتي 64%، ان هم بيستغلوا ان هم يتفرجوا كتير عشان يهربوا من الواقع، وان هم يهربوا من المذاكره، هم معترفين يعني مذاكره مفهومه بس الواقع يعني حد من 14 ل 20 ده احلى وقت في حياتهم. يعني لا، في حاجه اخطر بقى، احنا قرينا حاجات اكستريم جدا، يعني حاجات مرعبه. احنا بنبتدي بقى نعمل ايه؟ احنا بنجنور العالم اللي احنا عايشين فيه
وبنجنور الناس اللي احنا عايشين معاهم، ونبتدي نطلع الابطال اللي موجودين جوه السيريس او الفيلم او المسلسل، واتعامل معاهم وارد عليهم ويكلموني واكلمهم. خلاص انا هم دول الابطال اللي انا حباهم وحابه ان هم يكملوا معايا، وابتدي اجنور. طب الشباب دول اللي هم بيتجاهلوا واقعهم ومحيطهم، هل انا ما اعرفش انتوا بتاخدوا زي مثلا بعض المعلومات عنهم، هل ما عندهمش مثلا اخوات، هم من بيت في مشاكل، هم دراسيا مثلا مش شاطرين، عندهم مشاكل في الدراسه، في حاجه بتخليهم يهربوا من حياتهم للمنصات دي؟ هو الفكرة مش معقوله كل دول عندهم مشاكل. لا لا، هي مش نقطه ان هم عندهم مشاكل في بيتهم او حياتهم او كده، هي نقطه فكره ان انت لما بتقعد كتير قدام الشاشه او بتبقى مندمج في جوه رياليتي تاني، انت بتخرج من العالم بتاعك خالص. سواء بقى حتى انت لو حياتك بره انت يعني 100% ساتيسفايد بحياتك، بس انت برضو جوه بتبقى مركز. حياه احلى جدا. تاثير قوي قوي، تاثير قوي جدا. محتاج حد يعني قوي عشان يقدر يخرج منها. هي دايلاما كده بالذات. لما حاسين هم ان عندهم مشكله ولا مش حاسين؟ ما هو دي الفكره بقى. احنا اكتر حاجه انا بالنسبه لي كانت صدمه في البحث ان 168 من 200، 168 من ال 200. أيوة. ايوه شايفين انه هو البنج ووتشنج مش بيأثر على الاكاديميك اتشيفمنت بتاعهم، يعني هو ما بيعملش حاجه. هو ماشي في دراسته كويس. طب وعلى حياته الاجتماعيه؟ ما هو مش شايفين ما هو ده بيأثر على، ما هو لما يبقى عامه الجريدز بتاعته مش الطف حاجه، ده بيسبب عامه يعني نواحي ان انا مش محقق ذاتي عامه، فبيخلي عنده ثقه، يعني مش ثقه، بيبقى فيه ثقه بالنفس كويسه، يعني عامه ده بينعكس على كل نواحي الحياه عنده. طيب هو الحقيقه ارقام كده يعني وكلام يخوف شويه. طيب اولياء الامور اللي بيتفرجوا، ما هو زي ما حضرتك قلت احنا مش هنمنع الفرجه، وبعدين السن ده ما هماش اطفال، فهقدر اسحب منه او اقول له ما تتفرجش، اعمل ايه؟ ده هيخرجوا ولاد مش عارفين يتعاملوا مع الحياه، او زي ما حضرتك بتقول مكتئبين. لو جينا نمنع عندنا حاجه من الاثنين، هيقول لك انت مش فاهم حاجه، انا كده كده انا عارف انا بعمل ايه، بلس الممنوع مرغوب. صح. طالما انك منعتني انا هعمل كده. هنا بقى تدخل الاهالي في ثلاث حاجات. اول حاجه يشوف ايه الكونتنت او المحتوى اللي بيتفرج عليه ابنه او بنته في السن ده اللي يناسبه، في بلس 18 وفي بلس 21 اند سو اون، وكلنا بنتفرج وعارفين بينزل بادج لازم على الفيلم او على حتى على الافلام المصري دلوقتي. خلاص دلوقتي بالظبط ايه السن المسموح ان هو يتفرج عليه دي. اول حاجه. رقم اتنين، بالاتفاق احنا هنتفرج قد ايه، سواء في وقت امتحانات او بره الامتحانات او حتى في الاجازه، هنتفرج قد ايه، الدوز اللي انت هتاخده من هرمونات السعاده اللي هتاخدها، من مش حاجه مش رياليستيك ودراما حقيقي. منسقه. وزي ما قلنا ان احنا ممكن فعلا نكون بنهرب من الواقع، هو طبعا في هروب من الواقع لان هو الموضوع منسق. الدراما اللي واصله لك دي دراما ناس كتير قوي اشتغلت عليها. صح. في فريق اعداد كبير قوي كمان علشان يوصل لك الجمله اللي هتتقال بالسرعه دي بالجمال ده بالجمله اللي هتبسطك دي، ده في 14 معد قعدوا اشتغلوا عليها، عشان وفي سيناريست وفي كاتب وفي منسق كلمات، في حوار كبير قوي. مع الشكل ده هو وصل لك مسج معينه، المسج دي مقصود توصل لك في خلال 40 دقيقه 45 دقيقه ونقطه. طب انا نافس ده ازاي؟ 3 4 ساعات. نعم. هنافس ده ازاي؟ حضرتك الاهالي ادي له ايه البديل يعني؟ ما هو لازم يتدخلوا. البديل حلو قوي سؤال حضرتك. الدايمنشن هو عايز يقعد مبسوط، ان هي بتخليه فعلا مبسوط. عشان يقعد مبسوط في حاجات كتير قوي بتبسط في الحياه. مش المشاهده لوحدها، لما عندنا مشاهده، عندنا رياضه، عندنا الانجاز العلمي اللي انت هتعمله وتاهل نفسك لسوق العمل بعد ما تخلص دراستك. هل انت اشتغلت على كل دول؟ تعرف امكانياتك؟ تعرف نفسك تشتغل ايه؟ ايه الحاجات اللي ناقصاك ما بين الشغل اللي انت بتدور عليه والحاله اللي انت فيها دلوقتي؟ في شويه حاجات ناقصاك، اقعد اشتغل على دي، هتحقق لك فيوتشر، هتحقق لك مستقبل كويس قوي. اشتغل على صحتك، اشتغل على رياضتك، اتفرج. على فكره محدش هيقول لك على حاجه، ما تمنعش. بس ممكن تعمل لها الادابتيشن او ان انت تعمل لها تنسيق ليومه ما بين رياضه صحته والانجاز العلمي، وان هو كمان ما ياخدش السورس او المعلومه الفكريه من مكان واحد بس، عشان ما يحصلوش حاجه اسمها تدهور الفكري. صحيح. حيانو يعني بحث مهم جدا، احنا بنشكر مجهودكم وان انتوا كنتوا معانا النهارده علشان تلفتوا نظرنا لمعلومات مهمه جدا جدا. مرحلة حرجة جدا من 14 ل 20 سنة منغمسين تماما في عالم افتراضي مش حقيقي، وما عندهمش أي مشكلة إن هم يتوحدوا مع العالم ده بعيد عن حياتهم اللي هم يعني بيرفضوها. ويعني زي ما شروق فرج وجهاد مصطفى قالوا لنا، هم ما عندهمش مشاكل في حياتهم بيهربوا لها، ولكن هي المتعة في العالم الافتراضي.
البدائل 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 والشغل. انا شايفه ان احنا لازم نرجع تاني نرسخ فكره ان الشباب يشتغلوا في الصيف في كل المستويات علشان ننجو بنفسنا من مشاكل كتيره جدا جدا بتسببها فكره التوحد مع الجهاز او المنصه الالكترونيه. بشكر الاستاذ سامح الشيخ باحث في العلوم الانسانيه، بشكر حضور حضرتك. شكرا جزيلا لمتابعه حضراتكم لحلقتنا النهارده، بكره حلقه جديده وموضوعات جديده. اشوفكم بكره باذن الله، الى اللقاء.